التنافس على أرضية هذا الميدان تحفة ميدان. أول انطلاقاتنا في هذه الأمسية انطلاقة الشوط الأول وهو الشوط الخاص. الشوط الأول والخاص بالأبكار المحليات الأصايل الذي يعلن هذه الانطلاقة ويعلن هذا المساء الجميل. ومع هذه البداية مشاهدينا متابعينا الأعزاء نتشرف في هذه اللحظات بحضوري ومتابعتي وتشريفي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله لمتابعة هذه الانطلاقة وإعطاء إشارة البداية لتنطلق على إثر هذه التحديات هنا في هذا الميدان. نرحب كذلك بسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة وترحيبنا أيضا بسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة المكتوم المتابع لكل الانطلاقات. إذا نبدأ على بركة الله. 6 كيلومترات هي أمسيتنا في هذا المساء الذي يحمل هذه الإثارة والتحديات، و14 شوطا بإذن تعالى ستكون حاضرة في هالمنافسة والإثارة من خلال مسار أول أشواطنا الخاص بالإبكار المحليات. أنطلق بالصدارة وأبدأ بالمركز الأول أدب، تبدأ على مقدمة الشوط لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني دفرة على المركز الثاني أيضا تحمل شعار هجن العاصفة في هذه الانطلاقة وفي هذه البداية القوية، بينما المركز الثالث نعود مباشرة إلى وجود سمح في المركز الثالث لسمو الشيخ الزاع بن سلطان بن زايد النهيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، بينما المركز الرابع الشاهينية على رابع المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة علي الحاج الذي يعلن هذا التحدي. المركز الخامس هناك تواصل وبداية لظهور هذه الانطلاقة، هي ذخيرة في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز السادس الشاهينية على سادس المراكز لهجن الرئاسة مع سعيد بن عيلان المهيري. انتقل للمركز السابع، استكمل ايضا وجود شواهين لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثامن هذه شاينية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليل بن سالم بالصقعة، والمركز التاسع سحابة على المركز التاسع سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي، والمركز العاشر نستكمل ندائنا بوجود هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة في هذه التحديات. إذا هنا هذه الأسماء التي تعلن هذه البداية الأولى وتعلن انطلاقة لحظات التحدي والإثارة على أرضية هذا. إذا هنا على المقدمة والبداية وعلى انطلاقة هذا الاندفاع الأول نعود هناك مع المقدمة دفرة 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 انتقلت للمركز الأول، طارت إلى بداية هذه التحديات وهذه الإثارة على أرضية هذا الميدان في هذه الإثارة القوية التي تبدأها دفرة. المركز الثاني أدب على المركز الثاني لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث يا سلامي يا سلامي على هذه البداية التي تعلن انطلاقة سمح هنا لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد هيا مع أحمد بن غلبان بالصايغ المزروعي، ولكن دخول الشاهينية أيضا لهذه الانطلاقة أيضا لهجن الرئاسة سعيد بن عيلان المهيري الذي قدم هذه التحديات وهذه الإثارة، بينما المركز الرابع تعود هناك وجود سمحة في المركز الرابع لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد النهيان مع أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي، بينما المركز الخامس يا سلام يا سلام شواهين على خمس المراكز الهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وعلى المركز السادس
اتواصل بوجود الشاهينيس من شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع علي الحاج في هذه الاثاره وذخيره تاتي على المركز السابع هنا لهجن العاصفه مع حمد بن راشد بن غدير في هذه المنافسه القويه. وهنا ظهرت في المركز الثامن جميله لهجن رئاسه مع عيسى بن احمد بن مايد ال خيالي، بينما ندائي ايضا استكمل للمراكز العشره الاوائل هي هملوله لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوه، والمركز العاشر الشاهينيه سمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليل بن سالم بالصقعه. هذه مراكزنا الاولى، اثارتنا الاولى، انطلاقتنا الاولى التي تبدا هنا في هذا المسار. ما شاء الله، اشوف الصداره، اشوف المقدمه من تحملها ثلاثيه التحديات والاثاره على ارضيه هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، موجوده دفره وكذلك موجوده ايضا ادب، وتلاحقهم الشاهينيه في منافسة وتحدي وإثارة لهذا الشوط المثير الذي يبدأ من خلال هذا المسار. الله 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 الله، كل الإثارة حاضرة وكل المنافسة على أرضية هذا الميدان نبدأها من خلال مسارنا في هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام، البداية الأولى والاندفاع الأول والمسار الأول في كل التحديات والمنافسات. إذن على مقدمة الشوط لا تزال دفرة 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 نفسها على المركز الأول، بالفعل تحمل هذه البداية أيضا هناك بقوة نوعها وأصالتها. هناك على المركز الأول لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، أدب على المركز الثاني، تساند دفرة في المقدمة، تحرص على أن تكون هناك في دفاع عن مقدمة هذا الشوط. بينما الشاهيني في المركز أثارت لهجن رئاسة وسعيد بن عيلان المهيري، يا سلام، يقدم وسمحة تاتي على المركز الرابع سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد النهيان مع أحمد بن غلبان بالصايغ المزروعي. وهنا وصلت أيضا جميلة في هذه اللحظة لهجن رئاسة عيسى بن أحمد بن مايد آل خيالي. إذن أسمانا هنا التي تتواصل في هذا المسار وتحمل هذه الانطلاقة الجميلة والانطلاقة التي تبدأها بمسار هذه البداية الأولى. يا سلام على الصدارة، أذهب إلى المقدمة، أطير بالمركز الأول وأنطلق هناك مع هذه اللحظات. 1200 وصلنا إلى نقطة البداية، وما شاء الله شوف شوف اللي بتتابع أيضا في هذه اللحظة، دفرة 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 خذت المقدمة، بدأت الآن مع سماع النداء بدأت تنتقل إلى المركز الأول، تباعد ما شاء الله في المرباع وفي الأداء الجميل، وأيضا هذه الانطلاقة الجميلة التي تؤكد أنها مميزة بإذنه تعالى في كل المنافسات. يا سلام، المركز الثاني أدب، أدب أيضا على المركز الثاني لهجن العاصفة، وهناك المركز الثالث الشاهينية لهجن الرئاسة، وتليها جميلة لهجن الرئاسة في هذا الانطلاق. ولكن شوف المركز الأول، شوف الكادر العلوي، شوف أيضا هذه الصدارة، شوف ما تحمل أيضا هذه البداية من انطلاقة وانفراد تام بهذه اللحظات الجميلة. دفرة وهي دفرة، الله الله، ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا للعاصفة وهجنها ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا الواثق حمد بن راشد بن غدير أيضا بهذا الأداء الجميل، مؤكد أيضا قوة انطلاقة هذه الأسماء التي تستعد في هذه المناسبات. 6 كيلومترات ما شاء الله، هي في الصدارة، هي على المركز الأول، بوصلها لخط النهاية هناك، وتستاهل أيضا توصيلها لخط النهاية في هذا الشكل الجميل ما شاء الله. يا سلام، دفرة العاصفة هنا على المركز الأول ونهاية هذا الشوط الذي كان أول الأشواط للإبكار المحليات. المركز الثاني جميلة، في المركز الثاني لجن الرئاسة، والمركز الثالث كانت أدب في المركز الثالث في هذه الانطلاقة التي حملت من هذه البداية لهجن العاصفة. هذه الأسماء التي تحمل هذه البداية
الأولى، وأتابع أيضا الانطلاقة التي بدأت من خلال هذا المسار ومن خلال هذه اللحظة المميزة. هنا ينطلق إذن على بركة الله شوط ثاني تحمله أيضا انطلاقة ثانية تبدأ من خلال هذا المسار، حيث التوقيت الزمني للشوط الأول 9:15 تسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الهجن العاصفة، تهانينا حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني وصلت سامحة في المركز أو جميلة في المركز الثاني، هي جميلة أيضا. تهانينا والناموس الهجن الرئاسة، تهانينا عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، والمركز الثالث يا سلام على المركز أيضا 9:15 أو 19 ثانية 8 من الأجزاء من الثواني، بينما المركز الثالث كانت وجود أدب أيضا على المركز الثالث. تهانينا والناموس الهجن عاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير 9:23 4 من الأجزاء من الثواني. هذا هو الشوط الأول الذي يعلن هذه البداية الأولى هنا، ونتابع هذه اللحظة انطلاقة الشوط الثاني الذي يبدأ في هذه الانطلاقة المميزة، يحمل دفعة جديدة أخرى من الإبكار المهجناتي في هذا المسار. ما شاء الله يقدم هذه الانطلاقة، يقدم هذا